شو السحر؟ السحر ما هو؟ السحر هو القدرات الفائقة، هي أجسامنا الباطن، هي العوالم الراقية فينا. فالسحر أخذ عنا طابع سلبي. شو السبب؟ لأنه نحن سلبيين. الدخول بالمقامات الراقية الرفيعة هو أصلا غاية التنمية البشرية وكل الأديان. طيب ليه أخذ طابع سلبي؟ أخذ طابع سلبي لسبب بسيط، لابد من التطهر. لا يمس إلا المطهرين، لا يمس إلا كل إنسان قد نقى قلبه وعقله من الضدية، الحقد والحسد والكراهية والطمع والأنا والاستياء والجشع والآخرين. اللي صار نقي ممكن يدخل لعوالم السحر. عوالم السحر يعني أنت ذاتك، نفسك الرفيعة، طاقات هائلة. أما مثلا جان دارك تجي تستخدم هاي الطاقات لأجل غزو الآخرين وقتالهم، هاي استخدام أناني، فبالتالي رد الفعل الطبيعي حرق. وأيضا الشعوذة مربوطة بالسحر بسبب انخفاض الوعي الجمعي، الغالبية حقد، حسد، ضغينة، كراهية، تكفير، أحكام، تقييمات. فبالتالي الشعوذة هي تغطية الشيء الحقيقي، عم نغطيها إما بشكل عقائدي أو برمجيات مادية أو مصالح أنانية. هي التغطية الإعلانية هي الشعوذة بحد ذاتها. أما السحر كسحر هي عوالمنا الداخلية، سحر الباطن، سحر الجمال الإلهي، سحر الحقيقة. فنتهم الآخرين بالسحر لأننا قوم مسحورون. ببساطة نتهم الآخرين بالسحر لأننا قوم مسحورون. مسحورون ليه؟ أي مبرمجون على برمجيات الهوى. سحر الحقيقة هو اللي بيجذبنا كمغناطيس نحو السماء، سمو بالوعي، هو نفسه الأقصى السماوي فينا. أما إذا بقينا في المسجد الحرام فقط عبارة عن معتقدات، طبيعي يظل الوضع مثل ما احنا شايفين، مشاكل، شوب بين بعضها، كل واحد عم بفكر انه الحقية بمكان معين. هيكل سليمان لنا تحت المسجد الأقصى، بحثوا بحثوا بحثوا، ما في أي دليل على وجود هيكل سليمان. ليه؟ ولا رح يلاقوا دليل. ليه؟ لأنه هيكل سليمان بناء معنوي في السماء، في سماء الوعي، في سماء العقل. ممكن انه نحكي عنه لاحقا. والمسجد الأقصى أيضا، المسجد الأقصى رمزية مباركة فليكن. أما كثرة تسرمنا بمكان وتحديد الطاقة الإلهية بمكان تؤدي لردة الفعل اللي عم نشوفها، لأن في قدر إلهي بتحطيم معتقداتنا الآن. معتقداتنا وثنية، نحن مو حاسين. معتقداتنا صنمية ونحن مفكرين حالنا كسرنا وحطمنا الأصنام. ما عم بقول إنه ما رح ندافع، بالعكس عم يرشد على الطريقة الصحيحة الطاقية للدفاع. نحن من نجذب هاي العدوات بسبب كثرة تمسكنا بهاي الرغبة أو الهدف، تمركزنا حول مادية معينة. وبالتالي تأملنا الآن بين مقامي المسجد الحرام والمسجد الأقصى اللي بيحتاج للنفس النقي بانضباط كامل 40 سنة. ممكن البعض يقدر يحققه بدقائق معدودة الآن، بالرغم من إنه ما منتبه لنفسي. صرت جائع وعطشان بسبب كثرة الحكي. أما بكل إنسان فينا قوة إرادة بيقدر من خلاله يرتفع فوق مستوى الجوع والعطش والحرب والدمار والحقد والعداوي والشحناء والتطرف. وبالتالي لما وعينا الجمعي حول المسجد الأقصى بصير بهذا السمو، ينبث
من أدمغتنا موجات دقيقة جدا فوق ألف بعد تيتا ودلتا كمان. عند فقط سيحل السلام